خلوني ارحب بضيفي عبر الهاتف البرلماني السابق استاذ الشريعه الاسلاميه دكتور حاتم عبد العظيم. دكتور حاتم، كلام كثير للترويج الان للحم الخيل ولحم الحمير، يعني حدثني، هل هناك حرمانية في هذا الأمر أم أن ينفع ناكل يعني لحم حمار عادي جدا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك أستاذ نادر والمشاهدين. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك ألف خير. لا خلاف فقهاء السنة جميعا أربعة على حرمة لحوم الحمر، وقد ورد في الحديث صحيحة ثابتة كثيرة، منها حديث سيدنا أبي ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر الأهلي. في حديث أنس لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أصبنا حمرا فطبخنا منها، فنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله هاكم عنها رجس من عمل الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكل الحمر رجس من عمل الشيطان دليل ليس فقط على التحريم وإنما على المبالغة في التحريم، دليل على أن الحرمة هنا حرمة مشددة مؤكدة. لك حتى لو قلت الحمار ليس نجس فإنه لا يلزم من التحريم أن يكون نجس العين. الحمار كحيوان طاهر أن يركب، طاهر أن يحمل عليه، طاهر أن يستأنس فيستعمل في البيوت أو في المزارع، فهو محرم الأكل باتفاق على تحريمه كل فقهاء الإسلام، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ولا أعلم فقيها معتبرا لا في ولا في حديث أجاز أكل الحمر، حمر يجيزها، وفيها نصوص صريحة قاطعة من النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور حاتم، يعني حضرتك لو بنتكلم عن التحريم الديني فانت حضرتك بتقطع بان هناك نصوص صريحه تحرم اكل الحمير، صح كده؟ يا استاذ نادر، عندما ذبحوها يوم خيبر وادرك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد طبخوها وطبخوها في القدور، وكانوا شديدي الجوع والتعب، صلى الله عليه وسلم بالقدور فاغريقت وبالقدور فكسرت. ليثبت ان تحريمها تحريم قطعي لا يحتمل وجهات النظر، لا يحتمل الاجتهاد. طب الخيول بقى يا دكتور؟ الخيل الوضع فيها مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم روت السيده بنت ابي بكر قالت مرض فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحناه فاكلناه. فيبدو بأن في الخيول أن حكم أو المسك دل عليه حديث، لكن العرب والمسلمين في معظم البلاد تركوا أكلها لأن منفعتها في السفر وهذه الأمور أكبر من منفعتها في الطعام، لكن ليست محرمة. الحمر الإنسية الأهلية استأنس محرمة بإذن، والخيل جائزة دل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر في مسلم. طب رأي حضرتك يا دكتور في كلام مثلا المركز القومي أو المعهد القومي للتغذية اللي قال إن الخيول والحمير آمنة تماما لكن تحتاج توافق مجتمعي، يعني لو المجتمع وافق، المصريين مثلا تجمعوا كده وكبارهم قالوا يا جماعة ناكل حمير النهاردة فهياكلوا الحمير أعزكم الله، فتمشي الأمور؟ أنا بكلم حضرتك في السؤال ده بصفتك برلمان، يعني أنت تجمع بين الأمرين، يعني أستاذ الشريعة وبرلماني سياسي. يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن يا أستاذ نادر أعراف الناس، أولا الحمر فيها حكم شرعي نهائي لا يقبله النبي. وأنا تعجبت لما حضرتك بتقول في المقدمة إن في أحد المذيعين قال أنا بيتهيأ لي إنها حلال. أنا مش فاهم إيه بيتهيأ لي دي، الحلال والحرام بقى بالتهيؤات اللي مين دول ولا إيه؟ يعني ما بقاش بالدليل وما بقاش قال الله وقال الرسول بالتهيؤات الساده الاعلاميين الساده المذيعين، ده شيء عجيب بالحق على الاقل بالنسبه لي. اما ما يتعلق بالتوافق المجتمعي، اذا افترضنا امكانيته في الخيل لانه الحمير خلاص محرم، هذا كلام باب مغلق، فانه اعراف الناس لا تتغير بكلمه من زيد او عبيد. يعني هناك شعوب اسلاميه تعارفت من قديم على اكل الخيل وهذا معروف فيها، وعندما نسافر اليها لا نستطيع ان نشاركه حتى وان كنت نعلم ان لحم الخيل حلال. لماذا؟ لانه
ما تعود عليه الإنسان لا يسهل عليه أن يفهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم زي الجراد مثلا يا دكتور، زي الجراد هو حلال وبعض الدول بتأكله، لكن بعض الناس كمصريين مثلا في العرف بتاعهم لا يستطيعوا أكله عرفا. يا سيدي العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الطب فأبى أن يأكله وأمسك عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: ليس حراما، ولكني أجد نفسي تعافو. في رواية: ولكن لم يكن بأرض قومي، هذا الطعام لم أتعود عليه فلا أستطيع أن أكله. ونحن شعوب تعودت منذ القدم، منذ آلاف السنين، على ألا تأكل لا الحمر ولا الخيول ولا هذه الأشياء، إنما تأكل ما تعارفت عليه من الأنعام، من الغنم والضأن والبقر والإبل وغير هذه. فمن ذا الذي يستطيع أن يغير أعرافا مستقرة منذ آلاف السنين بكلمة هنا أو بمقال هناك؟ الناس نفوسها تأبى ما لم تعقد عليه حتى لو كان حلالا، فما بالنا والدعوة الآن لأكل شيء محرم بإجماع باتفاق لا خلاف عليه، وهو اللحوم الحمر. هذا لا يمكن لا للذوق المصري ولا للدليل الشرعي أن يصيغه للناس، ولا أن يقول إن أكله حلال. احترام أعراف الناس واحترام ما تعودوا عليه أمر واجب اجتماعيا وسياسيا ودينيا. والله سبحانه يقول في كتاب العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بما تعارف عليه الناس ما لم يكن فاسدا، وأعرض عن الجاهل. دكتور حاتم، فإن الحديث ينبغي أن يقول في البحث عن مخارج للأزمة: كيف تربية البقر، كيف نزيد تربية الغنم، كيف نسد حاجات الناس من اللحوم الحلال التي اعتادوها على وجه صحيح، على وجه صحي، على وجه آمن. هذا هو الكلام المنضبط، أما ما سوى ذلك فهو كلام في الهواء. دكتور حاتم، من باب الإنصاف، يعني مثلا دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن تحدث، هو طبعا في الأزهر الشريف، وتحدث عن خرمانية هذا الأمر، وقال نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، أن تناول لحوم الحمير والبغال بها تحريم. لكن خليني أقول لك يا دكتور، عشان أنا بحاول يعني أنظر إلى المستقبل. يتحدثون زي ما قلت لحضرتك، تحدثوا في أزمة الدواجن عن رجول الفراخ، وبالمناسبة رجول الفراخ ما فيهاش حرمانية يعني في الآخر، والناس كانت بتاكلها زمان، لكن هم تحدثوا ويسوقوا لهذا الأمر علشان خاطر هم مش قادرين يضبطوا الأسواق ولا يضبطوا الأسعار. لما زادت وارتفعت أسعار اللحوم بقت ب 250 و 300 وبأكتر، اتجهوا إلى لحوم الحمير. فخليني أسأل حضرتك، سألت حضرتك سؤال مباشر في لحوم الحمير والخيول، فحضرتك قلت الحمير حرام شرعا، حرام حرام، والخيول ليست فيها حرمانية لكن ما تعرف عليه الناس. طب أنا هسأل حضرتك لأبعد من ذلك، لأني أنا بقرأ المستقبل، أتحدث عن لحوم القطط والكلاب وما شابه ذلك، لأن ممكن ندخل لهذه المساحة فنبقى احنا قفلناها من بدري. حلال ولا حرام؟ هو حضرتك مش بتتكلم من المستقبل ولا حاجة. قبل أنا والله قدرا وأنا لا أسأل، لكن أتصفح الفيسبوك بطلع لي خالد الجندي يتكلم عن أنه هناك مذهب فقهي أحل أكل لحوم الكلاب، ونسب ذلك إلى السادة المالكية. تمام؟ والذي استقر عليه المذهب المالكي هو القطع بحرمة أكل الكلاب. وهذا ما نقله ابن عبد البر من المالكية والحطاب، بل قال الحطاب: لم أجد في المذهب من قال بحل أكلها. فهذا يفتري على السادة المالكية ويقول عليهم ما لم يقولوه عن أنفسهم. وعليه فهناك إجماع بين الفقهاء جميعا على حرمة أكل الكلاب والقطط وهذه الأشياء. والقاعدة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فكل حيوان يفترس بنابه ويأكل اللحم، وكل طائر يفترس بمخلبه ويأكل اللحم محرم علينا أن نأكله. والكلاب من السباع التي تفترس وتأكل بنابها، ومن ثم والقطط كذلك تأكل اللحم. لذلك فالقطط والكلاب محرمة تحريما قطعيا مجمع عليه من كل مذاهب الفقهاء أيضا، ولا يجوز أن يخرق هذا الإجماع ولا أن يعاد النظر في هذه المسائل النهائية من الناحية الفقهية. والحديث تارة عن لحم الكلاب
مدارة عن أكل لحم الحمر وإفلاس نقي وإفلاس سياسي ينبغي أن يحجر على من يقول به على طريقة الإمام أبي حنيفة في وجوب الحجر على المفتي الماجن. دكتور حاتم، طب تفسير حضرتك، يعني انت حضرتك قلت افلاس سياسي وافلاس على مستوى التفكير، لكن تفسير حضرتك لاتخاذ مثل هذه القرارات؟ بقى اسهل حاجه دلوقتي اللحمه غليت، حاجه من اتنين، يا اما ما تشتروهاش يا اما روحوا كلوا حمير. الفراخ غليت، يا ما تشتروهاش روحوا كلوا رجول فراخ. وكان معانا حد دلوقتي في احد الفيديوهات بيتحدث وبيقول يا جماعه ما هي كل حاجه يعني كل حاجه غاليه، لو اللحمه بس اللي غاليه والفراخ كويسه هنشتري فراخ وبلاش لحمه. طب لو الفراخ اللي غاليه واللحمه كويسه سعرها كويس هنشتري لحمه وما نشتريش فراخ. تفسير حضرتك لهذا الافلاس ولهذه الظاهره، والمفروض تتحل ازاي؟ يعني من المسؤول؟ والله وانا يعني على من اخفق هذا الاخفاق وفشل هذا الفشل ان يتوارى خجلا. من اوصل احوال العباد واحوال البلاد الى هذا المستوى عليه ان يخرج أمل بشجاعة مسؤولية إخفاقه وفشله ويتوارى وينسحب ويترك البلد لأهلها يحاولون إصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذه مما جرى من تدريف لمقدرات البلد وتدمير لأصول الاقتصاد وأصول الحياة وأصول الإنتاج والتنمية. والجميع في مصر يعرف أين المرض، القاصي والداني، أهل الشرق وأهل الغرب، المؤسسات الدولية، الحلفاء الإقليميون، الجميع يعلم ويصرح الآن بما كان مسكوتا عنه من قبل ويقول من أين أتى هذا الخراب ومن أين أتى هذا الفقر ومن أين أتى هذا التدمير للاقتصاد المصري. ومن ثم فلا يمكن إطلاقا لمن صنع المشكلة ومن أحدثها أن يكون جزءا من حلها. لا يمكن أن تحل هذه المشاكل إلا بتواري من قدروها ومن دفعوا بالبلاد إليها ومن أفسدوا بقصد أو بدون قصد هذا الإفساد العريض في حياة المسلمين. أشكرك يا دكتور، الحقيقة توصيف شافي كافي أنه لا يمكن أولا أن القاسي والداني يعرف ما هو سبب المشكلة، وأنه لا يمكن لمن كان سببا في المشكلة أن يكون سببا في الحل. البرلمان السابق وأستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور حاتم عبد العظيم، شكرا جزيلا لحضرتك. بصوا بقى يا جماعة، أنا عاوز أقول لتامر أمين وعايز أقول لكل المسؤولين في مصر إن مش الحل إن يا جماعة اللي يغلى ما تشتروهوش. الحل إن أنت تحط ضوابط لهذه الأمور حتى لا ترتفع أسعارها بهذا الشكل الفظ. عادي جدا، ما في كل حتة الأسعار بترتفع، لكن هذا الشكل الفظ والطريقة الغريبة والحل يبقى روح كل رجول فراخ أو روح كل لحم حمير أو لحم كلاب أو لحم قطط وبس خلاص، وعندنا فتوتين جاهزين في الدرج هنطلع فلان يفتيهم، وعندنا اتنين تلاته اعلاميين هيطلعوا يقولوا هذا الكلام، ويطلع تامر امين يقول لك انا بيتهيألي ان ما فيهاش حاجه. وكأن زي ما قال الدكتور حاتم ان الدين والفتاوى الشرعيه بقى بالتهيؤ، كل واحد يتهيأ له حاجه يعملها، ويطلع الراجل بتاع المجلس القومي ولا المعهد القومي للتغذيه يقول يا جماعه لو توافق المجتمع، ما هو بهذا المنطق لو توافق المجتمع على أي شيء حرام نعمله. يعني تعالى نتوافق في المجتمع إن الخمرة حلال فنروح نشرب خمرة، أصل المجتمع توافق. لكن هناك نص قرآني صريح بتحريم الخمرة، لا مش مهم بس المجتمع توافق. لو توافق المجتمع على أن لحوم الحمير حلال، مش حلال يعني المجتمع ما يتوافقش على حلال وحرام، لكن احنا موافقين يا جماعه الحمد لله نفسنا جايبانا ان احنا ناكل حمير، فطالما توافق المجتمع ناكلها. ولو كان في نص نبوي يقول بانه وحرام، لا بس المجتمع توافق والاستاذ تامر امير بيتهيأ له، فطالما بيتهيأ له تامر امير يبقى حلال، اصل في نص بس الاستاذ تامر تهيأ. يعني لا اجتهاد مع نص، متفقين صح؟ والازهر الحمد لله قال انه حرام قطعا. خليني اقرا لك، دكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر تحدث عن حكم تناول الحمير والخيول وقال ان هناك اجماع بين الفقهاء بيحرم تناول لحوم البغال ولحوم الحمير للادميين. خلاص كده قالوا، ان قال كمان ان الفقهاء ذهبوا الى تحريم تناول لحوم كل ناب
يفترس به كالكلاب والقطط والأسود والذئاب، وقال إن المالكية لم تجز تناول لحوم الكلاب كما يردد البعض. وقال كلمة محترمة جدا في الآخر حختم بها الحلقة، قال: من يريد أن يجامل فلا يجب أن يكون على حساب الشريعة الإسلامية. عايز تجامل النظام ما تجاملوش على حساب الدين أو الشريعة. عايز تجامل يا عم تامر قول معرفش، لكن مش بيتهيأ لي. وإيه المشكلة لما ناكل لحم حمير؟ أكيد في مشكلة. المشهد في مصر ملتبس، المشهد في مصر فيه كوارث. أنت شايفة مش ارتفاعات أسعاره يطلعوا يتداروا على خيبتهم يعني ويتكسفوا على اللي هم عاملينه؟ يقول لك يا جماعة احنا بنعتذر عما وصلت إليه الأحوال الاقتصادية في البلاد، وبنعتذر عما سببناه من أذى للمواطن المصري. لكن يطلع يقول لك الحمد لله يا جماعة احنا زي الفل وأمورنا تمام، والحكومة تتحمل العبء الكبير عن المواطن، ولحوم الحمير حلال. طب لما هي حلال كلها أنت، لكن المواطن المصري مش هياكل مثل هذا الذي يعني تروج له. اختشي على دمك وروح اضبط الأسعار واضبط المنتجات وعدل سياستك الفاشلة، لكن ما تحملش كل حاجة على المواطن.